انطلقت فعاليات عروض صيف الشارقة 2022 المنظمة من قبل غرفة تجارة وصناعة الشارقة، متضمنة عروضا ترويجية متنوعة بمختلف المراكز التجارية في الإمارة، حيث تستمر حتى 4 سبتمبر المقبل. اكتشف صيف الشارقة، بهذا الشعار تأتي باقة البرامج والفعاليات لعروض صيف الشارقة الهادفة لتنويع اقتصاد الإمارة من خلال كافة القطاعات بما في ذلك قطاع التجزئة، حيث تأتي العروض بالتعاون مع مختلف المراكز التجارية التي بدورها تقدم عروضاً ترويجية وتسويقية وترفيهية مستهدفة بذلك كافة الشرائح من المتسوقين. تم مشاركة العديد من عدد كبير من مراكز التسوق في الإمارة في العروض، منها ميجا مول اللي قدم لنا ورش تعليمية للأطفال، جوائز أسبوعية على أجهزة آيفون، أيضا جوائز شهرية ذهب، أيضا الجائزة الكبرى هي سيارة نيسان بترول. أيضا عندنا صيف الرحمانية مول اللي يقدم ورش ترفيهية للأطفال والعديد من المميزات للزوار والمتسوقين ومرتادي المركز. أيضا صيف كلباء مول يقدم العديد من الفعاليات للأطفال خلال أيام العيد وخلال أيام المهرجان. أيضا الواحة مول يقدم الكثير من العروض والنقاط للمتسوقين خلال فترة العروض. العاملون في المراكز التجارية بدورهم أكدوا أهمية عروض صيف الشارقة، فهو موسم استثنائي لما يقدمه من فرصة مثالية للزوار للاستفادة من العروض المقدمة لهم، وهو ما يعود بالنفع عليهم في الوقت ذاته. هذه المفاجآت بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالإضافة أن عندنا مفاجآت يومية عبارة عن استرداد نقدي مباشر بشكل يومي، عندنا كل أسبوع سحب على موبايل آيفون 13، عندنا كل شهر سحب على سبائك ذهبية، والجائزة الكبرى هي عبارة عن سيارة نيسان إكستيرا 2022، وعندي لكم مفاجأة لجميع مرتادي مركز ميجا مول الشارقة، وهي 3 أيام العيد، اليوم الأول الثاني الثالث، يوميا من 5 عصرا إلى 10 مساء منطقة الألعاب الأطفال في الطابق الأرضي مجانا للجميع، بالإضافة إلى الكثير الكثير من الهدايا والألعاب نقدمها بشكل مجاني إلى جميع الأطفال. نرحب بكم، ولا ننسى نحن ضمن أيام تنزيلات الشارقة الكبرى لين 80% على معظم المحلات الموجودة. السنة دي مشاركين عندنا عرضين، عندنا 50% أوفر على الألماس والبر، وعندنا عرض كمان لما بتشتري فوق ال 1250 درهم من براند طبلة أو الشناف بتاخدي 100 درهم عادية. عن ريفولي آيزون، وهي بتشارك في صيف الشارقة كل سنة، طبعا بنخش بجميع العروض، بتفضل عندنا العروض لحد 60%، في بعض البراندات بتفضل ل 60%، يعني بتبقى أسعار خيالية. عروض صيف الشارقة وخلال السنوات الماضية استطاعت أن تكون مساهمة في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة من أبرز الوجهات، خاصة خلال موسم الصيف، فضلاً عن تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية في الدولة وإمارة الشارقة على وجه التحديد.